بعين الاعتبار. طيب يعني اكيد احنا عندنا لعيب، بس احنا مش احنا اللي مش واخد حقه عندنا. عمر حمدي ده انا شايفه لعيب خليفة بركات. ده لاعب يعني لاعب من عندنا. بس انا بقول لحضرتك يعني ده لعيب كويس جدا جدا جدا. في باك رايت في ام بي اسمه، هو مواليد 2000 باين، كان بيلعب في نجوم المستقبل، اسمه حاجه فريد. ماشي. باك رايت كويس جدا. في مثلا باك رايت في اسوان، بس انا مش متذكر اسمه، حاجه بسيوني ولا علي. مش لفت نظرك الثلاث لعيبه دول؟ انا بدور على الحتت اللي يعني ناصر الحتت الاهلي الاهلي بيدور عليها يعني. تمام. في مثلا انت لو فتحي، لو عايز تغير لو فتحي ماشي، شايف هاني لوحده ما يسدش المكان. استحال. وفكره انت ترجع اكرم توفيق عشان يلعب باك رايت برضه مش هتنفعك. مش شايف انت لازم كده. تجيب واحد باك رايت. وانا شايف ان اقرب واحد يجي يحل مكان فتحي بنفس قلبه وروحه ومجدعته هو رجب بكار. انا لعبت معاه 3 سنين في الداخليه وعارفه وعارف امكانياته. لعيب هايل وهينفع النادي الاهلي قوي 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 في الحته دي. عظيم. اخدك ونروح ماتش الاسماعيلي بعد يومين.